والآن الآن نبتدئ بالسؤال الثالث ضمن الجولة الثالثة، ونذكركم أنه الآن النقاط ستضرب في اثنين. تتفضل معنا الآن أسماء من عائلة الراوي، والأخ أحمد من عائلة بابان. تفضل. هلا بأحمد، هلا ببابان، هلا بالراوية. الراوية احكي لنا شوي عن نفسك، انت بشكل سريع عن هواياتك تحديدا. أسماء بكالوريوس علوم. بكالوريوس علوم. هوايتي القراءة والسفر. ها؟ قراءة وسفر. قراءة يعني تقرين؟ تقرين روايات؟ اي كتب. مسرحيات؟ شعر؟ لا قصص يعني روايات ممكن. تفكرين بالعشرة مليون ايضا؟ اكيد. يعني هذه هم من هواياتك؟ طبعا. ما في. احمد انت هواياتك ماكو شعر، موسيقى، غناء؟ لا يعني توجهي للرياضة، كرة القدم، سلة. بس أريد واحد يعني وياي شوية يطبق بالشعر شيء. أنتوا هالقبل هيك؟ هالقبل؟ ليش أنا هالقبل؟ يعني مو هالهسه؟ لا والله هسه. الهسه. احنا ما البارحة وما اليوم وما الباكر. طيب ركزوا زين. شوية أريد من عندكم فد نفس عميق. ها؟ واسترخاء. بالضبط محضرين. حافظين الدرس، اوكي. اذا لازم تركزون على هذا السؤال، هذا السؤال مهم جدا، مهم جدا خاصه لاهل قبل. طيب السؤال يقول: اذكر اسم دوله من دول الاتحاد السوفيتي سابقا. يا سلام، ما انت خرجتك مع الاسف. انت بطيئه. سريع شنت احمد لانه انت يبدو مهتم بالسياسة وبالجغرافيا. طيب اذكر لي اسم دولة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا. روسيا. قال روسيا. خلينا نشوف هذا الاحتمال موجود ضمن الاحتمالات. روسيا. واو. أوبها. أحمد. أسماء أنا آسف، مو لأنه ما جاوبت، لأنه أولا جيت متأخر، وثانيا هو جواب أعلى احتمال قدمه اللي هو روسيا. تفضلي الى مكانك، علما انت لابسه احمر. يعني احمد انت جاوبت جواب هائل ضمن هذه الاحتمالات. يعني اسم دوله من الاتحاد السوفيتي سابقا هي روسيا. اذا احنا شو نقول؟ الروح عد كوران. غوران. اذكر اسم دوله من دول الاتحاد السوفيتي سابقا. اي دوله؟ اوكرانيا. ها؟ اوكرانيا. اوكرانيا. خلينا نشوف هذا الاحتمال موجود من احتمالات. اوكرانيا. اوه 22 هي 24. عافية. غوران جاب نتيجة رائعة. نرجع على مهند. اذكر اسم دولة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا. يوغسلافيا. هذا الاحتمال وارد. لكن مع هذا خلينا نشوف، هل يوغسلافيا كانت من ضمن دول الاتحاد السوفيتي سابقا؟ يوغسلافيا.